بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. في هذا الفيديو بإذن الله سنتكلم عن الزراعة في الأحواض. كما تشاهدون في هذا العام قمت بالانتقال إلى الزراعة على السطح وتجهيز الأحواض كما تشاهدون بالتربة الزراعية. مهم جدا أن يكون لدينا ارتفاع مناسب عن سطح المنزل حتى يكون هناك تصريف جيد ولا يؤثر على سطح المنزل. لدي عازل في السطح لله الحمد، لذلك لا خوف بإذن الله على الزراعة على السطح. أيضا مهم جدا هذه الارتفاعات كانت في الزراعة في الأسفل، لذلك نقلتها بنفس الارتفاع، فكانت معنا في الزراعة السابقة. للأخوان الذين تابعونا في القناة سابقا يعلمون كيف صناعة هذه الأحواض وأيضا صناعة الكرسي المتحرك على العجل. فقمت بنقل هذه الأحواض، لم أغير عليها أي شيء، فقط أضفنا تربة جديدة، تربة مختلطة ما بين الرمل والتراب الطيني تقريبا 2:1، وقمت بريها ري خفيف فقط حتى تمسك التراب لا يتطاير مع الهواء. كذلك بالنسبة للحوض الآخر هنا، وكذلك لهذا الحوض. هذه التربة كما تشاهدون نقوم بخلطها مع التربة السابقة التي في الأحواض ونجهزها لهذا الموسم بإذن الله تعالى. الآن سأتكلم عن كيفية تجهيز التربة بالنسبة للأسمدة وإضافة هذه الأسمدة. كما تشاهدون لدي هنا سماد البقرة السوداء، سماد معالج حراريا، وأيضا لدي هنا الأسمدة التي تعرف بالأسمدة الأساس التي تضاف على التربة قبل الزراعة استعدادا لموسم زراعي ناجح بإذن الله تعالى. نبدأ الآن بإذن الله تعالى في إضافة الأسمدة لهذا الحوض. هذا الحوض قمنا ببنائه معكم في الفيديو السابق، سأضع لكم إن شاء الله رابط الفيديو في أسفل صندوق الوصف بهذا الفيديو للإطلاع والفائدة. بعد ذلك نقوم بتقسيم الحوض إلى أقسام حتى يسهل علينا إضافة السماد. الآن طول هذا الحوض تقريبا 120 سنتي وعرضه 80 سنتي. سنقوم بتقسيمه من العرض بهذه الطريقة. ثم نقوم بتقسيم الطول. هذه الكيفية، كل 30 سنتي لوحدها، الكلام تقريبي كما تشاهدون. هذا التقسيم سنضيف على كل قسم جزء من السماد ثم نخلطه مع سطح التربة، فتابعونا لتتم الفائدة. أولا نضيف السماد العضوي، السماد الحيواني معالج. مهم جدا أن يكون السماد الذي نضيفه سماد معالج. بهذا نكون أضفنا السماد العضوي كما تشاهدون بهذه الكيفية. نقوم بتفكيك الكتل إذا وجد في السماد كتل كما تشاهدون. الآن سنضيف الأسمدة المحببة على السماد العضوي. كل نوع من الأسمدة التي سنضيفها سنضيف تقريبا ملعقتي طعام. هذا سماد سوبر فوسفات الكالسيوم. هذه الملعقة الثانية تقريبا، هذه ملعقة. ممكن أن نزيد قليلا لكن لا نسمح بزيادة عن أكثر من ملعقتين
إلى 3 ملاعق، هذه الأسمدة أسمدة أساس تضاف مرة واحدة قبل الزراعة. الآن أضفنا ملعقتين من سماد سوبر فوسفات الكالسيوم. نأتي الآن إلى إضافة سماد سلفات البوتاسيوم كما تشاهدون، أيضا ملعقتين طعام. بعد ذلك سنضيف سماد كبريتات الألمونيوم كما تشاهدون، حبيبات قريبة من حبيبات السكر، أيضا ملعقتين. كبريتات الألمونيوم أو سلفات الألمونيوم، كذلك معنا سماد سلفات المغنيسيوم على شكل بودر، مقارب للبودر ولكن ليس بحجم البودر. كل نوع سماد نضيف ملعقتي طعام. ويتبقى الجزء الأخير وهو سماد الكبريت الزراعي محبب، أيضا هذا الكبريت الزراعي ملعقتي طعام. بالنسبة للكبريت الزراعي إذا لا يتوفر محبب ممكن نضيف البودر، يفي بالغرض بإذن الله. ملعقتي طعام على كل جزء من السماد. وبهذا كما تلاحظون تم الانتهاء من وضع الأسمدة المحببة والتي نسميها أسمدة الأساس. أضفنا كما شاهدتم السماد العضوي، سماد حيواني، أيا كان نوع السماد المتوفر لدينا، ومهم جدا أن يكون سماد معالج. بعد ذلك كما شاهدتم أضفنا تباعا سوبر فوسفات الكالسيوم، بعد ذلك سلفات المغنيسيوم، سلفات البوتاسيوم، ثم بعد ذلك أضفنا الكبريت الزراعي. الآن يجب أن نخلط كل قسم من هذه الأقسام في نفس التربة التي قسمناها في هذه المنطقة. هذه الكيفية، نخلطها مع سطح التربة في عمق تقريبا 10 سنتي فقط، لا نتجاوز 10 سنتي.
كما لاحظتم سأقوم بخلط بقية الأجزاء حتى لا أطيل الفيديو، ونعود لكم مرة أخرى. الآن تشاهدون بعد الانتهاء من عملية خلط الأسمدة مع سطح التربة، نقوم بتسوية التربة بهذه الطريقة. نساوي سطح التربة، نحاول أن لا نجرف السماد من منطقة إلى منطقة، يكون هناك كثرة من السماد في جزء ويكون الجزء الآخر لا يوجد فيه أسمدة. بعد الخلط نقوم بالتسوية بهذه الكيفية، نساوي سطح التربة فقط. الآن ننتقل إلى المرحلة التالية وهي مرحلة الري، ونقوم بإضافة الماء في شكل غمر يشبع سطح التربة ولا يكون هناك تصريف للماء في أسفل الحوض. مهم جدا أن يكون الري مشبع بدون أن يكون هناك تصريف للماء حتى نحتفظ بالأسمدة داخل التربة. وجدنا ارتفاع في جزء من التربة عن البقية، ليس مهم في هذه المرحلة، ممكن أن نسويه مستقبلا. الآن مهم لدينا أن تتشبع التربة بالأسمدة كما شاهدتم، نضيف ماء حتى تتشبع التربة بشكل جيد. سنقوم بتغطية سطح التربة بتربة أخرى بحيث تكون تغطي الأسمدة الظاهرة أمامكم الآن، لأن بعد الري عندما نترك هذه الأسمدة تتعرض للجو الخارجي ستتفاعل وأيضا ستطاير للخارج، وبذلك سراح نفقد جزء كبير من الأسمدة. لذلك مهم جدا أن نقوم الآن بتغطية سطح التربة بعد الري، ونروي أيضا ري أخرى بعد إضافة التربة الجديدة. الآن سنضيف تربة على سطح الحوض بهذه الطريقة. سنقوم بتوزيعها معكم الآن بحيث تكون سماكة تقريبا 1 سم إلى 2 سم فقط. الغرض من ذلك فقط هو تغطية الأسمدة بهذه الطريقة كما تشاهدون. الآن بعد أن قمنا بإضافة طبقة من التربة لا تتجاوز 2 سم، سنقوم الآن بإضافة الري مرة أخرى، ويكون الري في هذه المرحلة ري مشبع.
والآن كما شاهدتم بعد أن قمنا بري هذا الحوض بعد إضافة الأسمدة نعيد الري مرة أخرى كل 4 أيام إلى 5 أيام نروي رية مشبعة كما وصفنا لكم الآن. فقط إذا شاهدنا الماء تبقى على سطح التربة نتوقف عن الري ونعيد الكرة مرة أخرى كل 4 أيام إلى 5 أيام تقريبا 4 مرات إلى 5 مرات قبل الزراعة. كما تشاهدون الماء يتبقى على سطح التربة فبهذا تكون الري بإذن الله رية مشبعة. فنترك الآن الري ونعيد تكرار الري مرة أخرى كل 4 أيام إلى 5 أيام نروي تقريبا ما بين 4 مرات إلى 5 مرات قبل بداية الزراعة سواء زراعة بذور أو زراعة شتلات فيكون الحوض جاهز بإذن الله تعالى. فقط متبقي سماد واحد وهو سماد الهيموكاسيد راح نضيفه في آخر رية قبل الزراعة. وبهذا نصل إلى نهاية تجهيز الحوض الزراعي للزراعة للموسم الجديد. في ختام الفيديو لا تنسوا دائما دعم القناة بالاشتراك وعمل لايك ومشاركة الفيديو مع الضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.